بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده في سيكشن، النهارده هنتكلم عن السيكشن تاسك. السيكشن تاسك انت كلها هتعملها تعمل تاسك بسيطه باستخدام سي، انت ترن كوماند اللينكس باستخدام السي. طب ليه بناخد سي مع الكوماند اللينكس؟ زي ما اتكلمنا في الاول، قلنا مميزات الكوماند اللي انت لو في سكريبت عاوز تعمله في تاسك معينه، في خطوات مكرره انت بتحب تعملها، فالافضل ان انت تكتبها في شكل كود بدل ما تفضل تكتب كل الكوماند بتاعتك. ففي عندك اتجاهين، لما تتعلم حاجه اسمها باش بروجرامنج، وده لو كان عندنا وقت كنا هناخده، او الحل التاني لو انت اوريدي عارف لغه برمجه او اي لغه برمجه، سي، جافا، بايثون، تقدر تستخدم كوماند لينكس جواه. فنعمل فولدر نسميه ميك داير تاسك، نحط فيه التاسك بتاعتنا، ونعمل جواه ملف جي اديت باستخدام السي نسميه تاسك دوت سي. وعشان لو فاكرين قلنا نكتب هنا في الاخر اند عشان ايه الملف بتاعنا يرن في الايه في الباك جراوند، فنقول له هاش انكلود ستوديو دوت اتش، هاش انكلود ستادي ستاندر لايبراري دوت اتش، وهنا نقول له انت مين، انت ار جي سي، هنعرف ايه لازمتها كمان شوية، char asterisk rgb، ونكتب في الاخر هنا ايه return 0. عشان ارن اي كوماند اللي خاص بالاوبونتو في السي بستخدم فانكشن جاهزة اسمها ايه system. مثلا عاوز ارن كوماند اللي اسمه ls سالب ايه، ده اللي كان بيعمل لي ليست لكل الملفات الهيدن فين، في كل الملفات الهيدن في الفولدر بتاعي. فتعالوا، فطبعا خلي بالكو انا عملت سيكشن اسمه تاسك، فولدر اسمه تاسك، بس ما نقلتش الملف الايه لجوه الايه لجوه الفولدر اللي اسمه تاسك. فتعالوا نعمل له موف، او نعمل كوبي منه، كوبي الملف تاسك دوت سي، ننقله جوه الفولدر اللي اسمه ايه اللي اسمه تاسك. ونخش دلوقتي على تاسك، نعمل ليست، نلاقي فعلا ايه الملف اللي احنا الكود اللي انا شغال ايه شغال عليه. اقفل بس النسخة دي عشان ما يبقاش في لخبطة، وتعالوا نفتح اللي موجودة فين تاسك دوت سي، نكتب هنا علامة الايه الان تمام، عشان نبقى شغالين على نفس الفيرجن ما نعدلش في حاجة ونرجع نغير في التاني. دلوقتي انا كتبت عملت الملف، محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج اعمل له كومبايليشن. اعمل كومبايليشن ازاي؟ بستخدم الكومبايلر الخاص بالسي اللي اسمه جي سي سي، اقول له جي سي سي تاسك دوت سي، ده كده بيعمل كومبايل. عشان اعمل رن بقى او اعمل البيلد، اعمل الرن واجيب نسخة الباينري فايل بتاعته، بقول له سالب او، واسمي النسخة طبعا في السي في الويندوز كنا بنسميها دوت اكزي، هنا ممكن تسميها اي اسم. ده ملف الايه الباينري، ايه الباينري فايل. لو كان في ايرور كان هيطلع لك على الايه على الشاشه. فلو عملت ليست هتلاقي فعلا في تاسك دوت اي دوت اول، عشان ترنه تقول له دوت سلاش دوت، دي اللي معناها كارنت دايركتوري تاسك دوت اوت. لما هرنه المفروض ينفذ لي الكود اللي موجود هنا، الكود هنا بيقول لي ايه نفذ الكوماند اللي اسمه ال اس سالب ايه، فيعمل لي ليست لكل الملفات اللي موجوده فين في الفولدر. تمام، جميل جدا. تعالوا بقى ناخد هنا مثال، عاوز اعمل مثال يطلع لي منيو فيها اول اختيار فيها اعمل كوبي لملف، تاني اختيار اعمل موف لفايل، تالت اختيار اعمل ايه لو دوست تلاتة يعمل ايه اكزيت. فتعالوا يبقى تاني، عاوز اعمل منيو برنت اف، اول اختيار لو واحد يعمل كوبي للفايل، تاني حاجة تاني اختيار يعمل موف فايل، تالت اختيار يعمل ايه اكزيت. تمام، دي التلات اختيارات اللي انا عاوز الايه البروجرام بتاعي ينفذها. فانا محتاج اول حاجه لما ادوس كوبي الفايل المفروض يقول لليوزر ايه المكان، ايه الفايل اللي انت عاوز تعمله، فده الباص الفايل بتاعي اعمله array مثلا من 100. طب عاوز تعمله كوبي فين؟ فاعمل للديستنيشن،
array of character. طيب الكلام ده كله هحطه في array اسمه command ونخليه مثلا 200، ده اللي هحط فيه ايه الكوماند بتاعي كله. تمام يا شباب. ومحتاج variable هنا c عشان اقرا الاختيار بتاع الايه بتاع اليوزر، فبعمل هنا سكان اف لمين الاختيار بتاع اليوزر، هنا percentage d address c، وبعدين هعمل هنا switch على c، وهيبقى عندي كيس واحد هعمل فيها ايه. اول حاجة زي ما احنا عارفين في السي عشان تعمل تستخدم السترينج ازاي جافا والبايثون الدنيا فيها سهلة، على عكس السي لازم نستخدم الفانكشن سترينج كات وسترينج كوبي عشان اقدر اتعامل مع السترينج في السي. فانا اول حاجة عاوز اعمل ايه، المفروض هنا اول واحد ده بيعمل كوبي، كوبي الكوماند بتاعه ايه، بقول له كوبي وبكتب هنا الباص، بعمل سبيس وبعديها باص وبعديها سبيس وبعديها الايه الديستنيشن بتاع الفايل. طب اعمل الكلام ده ازاي بقى في السي؟ اول حاجه بقول له سترنج كوبي، يعمل لي كوبي السترنج جوه اري من سترنج لسترنج تاني. فانا عندي الاري اللي اسمه كوماند الفاضي، احط فيه بقى كوماند كل الكوماند اللي انا عاوز انفذه. اول حاجه انا عاوز اعمل ايه، عاوز اعمل كوبي سبيس واروح اقفل. تمام. بعديها عاوز اضيف ايه بقى على الكوماند ده، عاوز اضيف الديستنيشن. اضيف حاجه ازاي بقى، اقول له سترنج كات، مش كات مش اكت، كات دي بتعمل ايه، بتعمل ميرج بين بتوين تو سترينج. فهقول له هنا كوماند واضيف عليها مين السترينج بتاع الباص، بس انا لسه ما اعرفش الباص، فالمفروض اخد من اليوزر مين، اقول له برنت اف، برنت اف انتر the boss of the file، ونقراها ازاي باستخدام function اسمها get string، واقرا هنا الباص. هعمل نفس القصة مع مين، مع destination، بس المرة دي بدل الباص هقول له ايه destination، وبدل الباص هكتب هنا ايه destination sorry destination، وهنا نكتب ايه destination. كده بقى الاري اللي اسمه كوماند بقى فيه مين، كوبي باص destination، بس خلي بالك هنا كوبي سبيس باص سبيس destination. يبقى قبل ما اعمل اضيف الديستنيشن محتاج اعمل ايه، ابقى اعمل قبليها سبيس، فاقول له هنا string cat، بس بدل destination هنا احط ايه سبيس، بحيث يبقى الكوماند عندي اني كوبي سبيس بعديها باص بعديها سبيس بعديها destination. اخر حاجه المفروض انفذها مين بقى، اندع على تمام، اندع على الفانكشن اللي اسمها system وتنفذ لي اللي موجود فين في الاري اللي اسمه كوماند. جميل جميل جدا. هنعمل نفس القصه مع موف، يبقى كيس 2 كل هشيل بدل كوبي هيبقى مين هنا كوماند اللي اسمه ايه موف. كيس 3 يعمل لي ايه، اول ما يدوس 3 يعمل ايه اكزيت 0، ويبقى الديفولت طبعا ما ننساش الديفولت الديفولت نكتب فيها مثلا برنت اف انتر ريكت، مش كويس، وهنا ايه نيو لاين. تمام. في حاجة نسيناها طبعا، نسينا ايه طبعا، هنا اهم حاجة بريك في نهاية كل ايه، نهاية كل كيس. طبعا انا مش محتاج اعمل بريك لان كده كده لو دست 3 هيخرج من البروجرام بتاعي. برضه انا عاوز اعمل حاجة، عاوز اخلي البرنامج بتاعي يفضل يطلع لي المنيو دي على طول لغاية ما يدوس ايه يدوس 3، واقول له هنا وايل وايل 1، يعني ايه وايل 1، وايل استرو.
طالما طالما استرو طالما ما دخلش 3 هيعمل ايه؟ يفضل يرن مين المنيو دي. في حاجة برضو قبل ما نرن قلتها لكم لو فاكرين في سكاشن انترودكشن، لو انت في طبعا هنا حاجة مش مظبوطة، لو انت بتعمل هتعمل سكان اف برضه سكان هنا مش مكتوبة صح. سكان اف لو انت بتيجي تعمل سكان اف ودوست انتر، خلي بالك انتر ده يعتبر كاركتر، فلو انت بعد السكان اف كنت يعني انت بتقرا رقم انتجر وبعديه بتقرا كاركتر او سترنج، الانتر اللي انت دخلتها دي بتتحسب ضمن الايه السترنج اللي هيتقرا، فهيسبب لك مشاكل. فعشان تعمل الحل ده اللي انت تلغي قصة الانتر، كنا بنستخدم فانكشن جيت تشار اقرا الانتر دي واحطها في اي فاريبل كانها ايه مهمله مش مستخدمه. فهعرف فاريبل اسمه تي وهكتب هنا تي واقول له جيت تشار، جيت تشار يبقى تاني ايه لازمه جيت تشار؟ لما هدوس انتر ده كاركتر، لو في الستاندرد انبوت بتاعي بعديه بيقرا سترينج او كاركتر كان هيحسب الانتر دي ضمن اللي اليوزر دخله فبيسبب لي مشاكل. فجيت تشار هتقرا الانتر تقول انا مش مستخدمها احطها في التيم ومش هعمل بيها حاجه، بحيث لما اجي اقرا بقى سترينج او كاركتر بعد كده ما يسببليش ايه ما يسببليش مشاكل. تعالوا بقى نجرب نكتب تاني جي سي سي نشوف في ايرور ولا لا. هو خلي بالك كل اللي بيطلع لي هنا warning warning warning، بيقول لي خلي بالك ان جيتس دي الفانكشن دي في فيرجن تانية ليها، وخلي بالك جيتس دي مش كويس ان انت تستخدمها عشان بوينترز، فمش هيفرق معاك. لا هي warning مش ايرور. تعال نرن بقى البرنامج بتاعنا، هنرنه ازاي؟ نقول له task دوت ايه دوت اوت، اه طلع لي هنا المنيو اللي انا عاوز اعمله، بيقول لي هختار اعمل اول اختيار اقول له كوبي فايل، بيقول لي انتر باس اوف ذا فايل. تعال نشوف كده اي فايل نعمل له ننقله. هفتح تيرمينال تاني، تقدر تدفع اكتر من تيرمينال. عندي مثلا ملف اسمه نيو دوت تكست، تعال نقوله في الفولدر اللي اسمه كي. تعال الاول نشوف كي دي فيها ايه، ما فيهاش حاجه اسمها نيو دوت تكست. جميل، يبقى انا عاوز انقل ملف نيو دوت تكست. نيو دوت تكست ده موجود فين؟ موجود في تلدا نيو تكست، وعاوز انقلها لفين؟ الفولدر اللي اسمه كي. فاقول له تلدا واسم الملف في نيو دوت تكست، نيو دوت تكست، بعدين انتر. بيقول لي انتر الديستنيشن، اقول له تلدا، هنقلها في الفولدر اللي اسمه كي. كده هو المفروض اعمل كوبي. تعالوا نتاكد ده كان اهو، تعالوا نعمل ليست، فعلا قال عمل لي كوبي للملف اللي اسمه نيو دوت ايه دوت تكست. طب تعالوا نجرب الاختيار التاني ان احنا نعمل موف. تعالوا نعمل موف للملف اللي اسمه اوت دوت تكست، فاقول له هنا تلدا اوت دوت تكست، وهنقله في الفولدر اللي اسمه كي. تعالوا نعمل ليست نشوف في حاجة اسمها out، حط لي كمان مين out dot a dot text. تعالوا ندوس 3 هيعمل ايه اكست. كده هو خرج من الايه برنامج بتاعي. جميل جدا، فاضل بقى حاجة اقول لكم عليها اللي هي ايه اس لازمة RGC و RGV. RGC دي الارجومنت اللي بتكتبها جنب الكوماند. فاكرين الاوبشن لما كنت بتيجي تكتب مثلا موف سالب او موف سالب ار، الارجيومنت او الاوبشنز اللي انت بتكتبها دي اسمها الارجيومنت. طب احنا عاوزين نضيفها في البرنامج بتاعك او البروجكت بتاعك، تعملها ازاي؟ يعني هوريكم برضو مثال توضيحي. يعني تعالى هنا لو كتبت مثلا برنت اف وقلت له برسنتج دي، هكتب هنا اقول له RGC equal. ال RGC هو عدد الارجومنت اللي عندي في الكوماند اللي اليوزر دخله، وال RGV ده array of string او array of pointers بيشيل فيه كل الاوبشنز اللي اليوزر دخلها. فلو قلت له RGV 0 مثلا هقول له equal واقول له string، وتعالى نشوف RGV 1 واقول له
string، والناحية التانية اكتب argc و argv0 و argva1. طبعا لازم نقفل هنا الـ a. وتعالى نشوف هتطبع لي ايه القيم اللي موجودة في دي. Ctrl S. طبعا ما تنساش لازم تعمل compilation كل مرة، طالما غيرت يبقى لازم تعمل compilation. تعالوا بقى نمسح كده ونعمل run، نقول عملنا compilation، نكتب ايه؟ بصوا كتب لي argc 1، يعني هنا ما دخلتش options argv. اول argument هو task.c اللي بعديها null عشان اليوزر ما دخلش ايه، ما دخلش حاجة. تعال نخرج، وعشان يبقى شكلها واضح اكتر تعال نحط هنا كمان new line، وتعالى نعمل compilation تاني، نعمل clear والرن. بس المرة دي بقى هروح كاتب جنبيها اوبشن، جنب تاسك دوت اوت هكتب مثلا سالب هيلب. تعالوا بصوا ايه اللي حصل. قال لي انت كده عندك اتنين ارجيومنت، ده عددهم. اول واحد اسمه تاسك دوت اوت، ده سترينج اسمه كده، والارجيومنت التاني اللي هو في ار جي في واحد اسمه سالب هيلب. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني لو انت عاوز تعمل للبروجرام بتاعك اوبشنز. انا طالب منك في التاسك بس بتاعتك واحد اوبشن تعملها للبروجكت بتاعك، اللي هي ايه؟ اول ما يكتب زي ما شفت، لما تيجي تكتب مثلا موف سالب هيل، بيطبع لي ايه؟ بيطبع لي ديسكريبشن للبروجكت بتاعك. فانا عاوز برضو اول ما تكتب ترن تكتب سالب اتش، يطبع لي ديسكريبشن للبروجكت، ايه البروجكت بتاعك. فتعملها ازاي؟ تعالى نهيش ده. فتروح كاتب هنا اف، تعمل string comparison. string comparison بترجع لي زيرو لو التو string زي بعض. فاقول له string comparison between مين؟ rgv واحد ومين تاني؟ وكلمة string سالب help. لو equal zero يعمل ايه؟ يبرنت بقى، تكتب هنا برنت اف، تكتب بقى description the project description of the ايه؟ the project and تكتب بقى description project بتاعك والهلب الخاص بالبروجكت ايه؟ project بتاعك. وتعالى نعمل هنا ايه؟ new line، وتعالى نجرب نرنه، نعمل كلير. المرة دي بقى اكتب تاسك دوت اوت هيلب. بص راح طبع لي ذا ديسكريبشن اوف ذا بروجكت، وبعدين طبع لي الايه الكلام. طب انا عاوز بس يطلع لي كلمة ذا ديسكريبشن اوف ذا بروجكت، انا برن عاوز اشوف الهيلب مش عاوز الكوماند يرن. اعملها ازاي؟ لو تلاحظ ان لو الارج عشان الارج سي طالما دخل زيادة عن كتب اي حاجة، الارج سي كان بيبقى قيمته كام؟ 2. يعني لو فاكرين لما كنا بنطبع دي كان قيمة الارج سي بكام؟ لو ما دخلتش حاجة جنب البروجرام، لو ما كتبتش حاجة هنا جنب الهلب، كان قيمة الارج سي بواحد. لكن لو دخلت سالب هلب، الارج سي هيبقى قيمته كام؟ قيمته 2. فممكن اعرفها منين؟ اروح كاتب هنا اف ان الارج سي قيمته بواحد اكبر من واحد، يبقى معناه اليوزر دخل اوبشن. يروح منفذ ايه؟ منفذ ده. طب لو إلس، ينزل بقى ينفذ الشغل اللي تحت بقيه البروجرام بتاعتي، ونسيف، وتعالى نخرج من هنا، وتعالى نرن، نعمل كومبايليشن، وتعالى نرن. تعالى بقى ندخل هيلب بس. راح طلع لي هنا بس ايه ذا ديسكريبشن اوف ذا بروجكت، ما كملش ايه الباقي، انا محتاج يطلع لي بس الايه الهيلب بتاعتي. جميل جدا الكلام ده. فاضل حاجه كمان، لو انت قلت مان مثلا موف، مان دي اختصار مانيوال زي ما خدنا المره اللي فاتت.
فلما تكتب مان بيطلع لك المانيوال بتاعت البروجكت بتاعك، فانا محتاجك تعمل برضو للبروجكت للتاسك بتاعتك تعمل لها مانيوال. طب تعملها ازاي؟ فاكرين كان في كوماند المره اللي فاتت قلنا وير، وير از، واكتب مان. كان بيطبع لي ايه؟ كان بيقول لي ان المانيوال موجود، او بلاش نقول له وير از موف، بس بيقول لي ان الباينري فايل بتاع موف موجود في الباص ده، والمانيوال موجود في الباص ده mv.1.gzip. فانت هتعمل ايه؟ هتروح عامل ملف جديد نسميه مثلا جي اديت، وتسميه تاسك على اسم البروجكت بتاعك، تاسك دوت واحد، اهم حاجه دوت واحد. فتح لي الملف اللي اسمه تاسك دوت واحد، هكتب فيه ذا مانيوال، اوف ذا بروجكت. تبدأ تكتب فيه بقى ديسكريبشن للبروجكت بتاعك، وهسيف واقفله. تمام. تاني خطوة خلي بالك، هو كان ماله ملف مضغوط دوت جي زد، عشان اضغطه بقول له جي جي زد اي بي، بقول له تاسك دوت واحد، واعمل ليست، هلاقي بقى عندي ملف اسمه تاسك دوت واحد دوت جي زد. ملفات المانوال بتتحط فين؟ بتتحط في الباص ده. بتتحط فين؟ في الباص ده اللي هو يوزر شير مان مان واحد. فانا هنقل الملف بتاعي ده للباص ده، فهقول له سودو على شيء، طبعا ده عشان من ملفات السيستم، فلازم اخد صلاحية الروت. انقل الملف تاسك دوت واحد دوت جي زد، انقله ليوزر شير للباص ده، كوبي باست، هيقول لي دخل الباسورد. سوري، المفروض اكتب سودو موف او كوبي بقى، اعمل كوبي، سودو كوبي، انقل الملف. تمام كده، جميل جدا، عملت كوبي للملف. تعال اكتب بقى مين اسم البروجكت بتاعي تاسك، شوف هيطلع لي ايه. راح طلع لي الكلام اللي انا كنت كاتبه، ذا مانيوال اوف ذا ايه ذا بروجكت. ادوس كيو عشان اخرج. يبقى لما ادوس كلمه مين هيعمل لي ايه؟ هيطلع لي المانيوال بتاع البروجكت بتاعك. يبقى انت كده مطلوب منك حاجتين، مطلوب منك كذا حاجه، مطلوب تعمل المنيو، ولازم تبقى في لوب كل مخروج شال لما دوس اكزيت. تاني حاجة محتاج تعمل الهيلب، لما دخل سالب إيه، سالب سالب اتش او سالب سالب هيلب، يطلع لي الديسكريبشن بتاع البروجكت، ديسكريبشن بسيط، لكن المانيوال بالتفصيل هترنه عن طريق الكوماند اللي اسمه ايه، اللي اسمه مان. برضو اخر ملاحظة، ويبقى كده خلصنا. كل مرة عشان كنا نرن البروجرام بتاعنا بنكتب ايه، دوت اللي هو علامة الباص اللي هو كرنت دايركتوري، يقول لي تاسك دوت اوت. طب في طريقة ان انا اكتب على طول تاسك دوت اوت على طول ينفذ البروجكت بتاعي؟ موجود. كل اللي هتعمله ايه؟ نفس القصه، شايفين كان هنا الباينري فايل بيتحط كله فين؟ بيتحط في الباص ده. فكل اللي هتعمله تروح عامل سودو كوبي الملف اللي اسمه تاسك دوت اوت، سوري، سودو تاسك دوت اوت، وانقله فين؟ في الباص اللي اسمه باينري. سوري، المفروض اكتب هنا ايه، كوبي، بحيث لو جيت كتبت تاسك دوت اوت على طول هتلاقي البروجرام بتاعك رن ايه، رن على طول من غير ما تكتب الباينري دوت. طبعا دي الخطوه دي تعملها ايه، اخر حاجه بعد ما تخلص البروجكت بتاعك. برضه لو جيت كتبت تاسك سالب سالب هيلب هيرن على طول ويطلع لي ذا ديسكريبشن اوف ذا ايه، ذا بروجكت. طيب ايه هي البروجكت او التاسكات اللي مطلوبه منك؟ مطلوب منك اربع تاسكات. اول حاجه تعمل امبلمنت الفايل مانجر، تعمل بقى ليست للدايركتوري، تشينج البرميشن. طبعا في كوماند انت ما خدتهاش، فده التاسك اللي مطلوبه منك انت تروح تدور تشوف الكوماند ده بيتنفذ ازاي وتطبقه. تدور على الكوماند مثلا بتاع التشينج برميشن بيتعمل ازاي، ازاي اعمل سمبوليك لينك، ازاي اعمل رينيم للفايلز. تاني بروجكت اللي هو اليوزر مانجر،
اللي هو ازاي تاد يوزر، تدليت يوزر، تشينج الانفورميشن اوف يوزر. خلي بالكو تشينج الانفورميشن اوف يوزر ده ليها كوماند غير تشينج الاكونت انفورميشن. تشينج اليوزر يعني تشينج اليوزر نيم، لكن الاكونت انفورميشن بتغير الانفورميشن بتاعت اليوزر. فدي ليها كوماند وديها ليها كوماند، تروح تدور الكوماند بتاع دي ايه ودي بتاعت ايه، هو كوماند واحد يعني، الموضوع بسيط. هنا امبلمنت البروسيس مانجر، عاوزك تروح تدور تشوف ايه البروسيس الخاصه، ازاي اعمل ليست للبروسيس، ازاي ستوب بروسيس. بالنسبه لسند سبيسيفيك سيجنال تو سبيسيفيك بروسيس، قصده هنا يعني ايه سيجنال، دور عليها ممكن هتلاقيها في الكتاب، يعني الكتاب اللي احنا شغالين منه دور على الجزئيه دي، ازاي تعمل سند سيجنال لايه، للبروسيس. البروجكت الرابع اللي هو تعمل باكج مانجمنت، اللي هو ازاي تعمل انستول لباكج، يعني سوفت وير برنامج عاوز تعمله انستول، لا اما عن طريق، لا اما تعمله انستول من فايل او تنزله من على النت. يعني عندك الفايل موجود على الجهاز وتعمله انستول، او تنزله من على النت وتعمل له انستول. دي ليها طريقة ودي ليها ايه الطريقة، تمام. تلاقي باكج على الريبوزيتوري وتنزل من على الريبوزيتوري، تنزل من عليها الايه الباكج. في كل التاسكات زي ما قلنا مطلوب منك تعمل مانيوال، تعمل منيو للكوماند اللي عندك زي ليست الكوماند. طبعا لو في اوبشنز جوه الكوماند ممكن تعمل سب مينيوز، ولازم تفضل في لوب بحيث ان انا اعمل، انا اللي اعمل اكزيت، عاوز اطبق الكوماند اللي بعديه وهكذا. ولازم تعمل مانيوال بيج، ولازم تعمل ديسبلينج للهيلب، اللي انت تدخل سالب سالب اتش او سالب سالب هيلب. طبعا البروجكت انت هتختاره ازاي، كل قصة هتشوف اخر رقم بتاعك في الاي دي. يعني لو الاي دي بتاعك مثلا يعني 2015 0236، فكل تيم هتاخد اخر رقم عندك. انتوا كنتوا 5 6 7 4، كلكم هتاخدوا اخر رقم وتجمعوا، وبعدين تاخد المد بتاعه على 4 وتجمعه على كام، على 1. الرقم اللي هيطلع لك، هيطلع لك هو الايه البروجكت بتاعك، واحد من الاربعه دول. يبقى تاني هتجمع اخر رقم في كل اعضاء الفريق، وتاخد المد بتاعه على 4 وتجمعه على 1. وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا.